أفتى بعض طلبة العلم بجواز انتخاب الأصلح من المرشحين النصارى من باب أخف الضررين، فهل هذا يجوز؟ ثم ألا يعد هذا من تكفير سوادهم وعددهم، مما قد ينعكس سلبيا على نظرة الناس لشعبية المسلمين؟ هذا السؤال وجه إلي أكثر من مرة، وأظن أنه ناقص. السؤال ناقص، فإذا عندك بيان إتمام هذا النقص، لأنه نحن عم نقول أصل حسن الظن بأهل العلم، يعني بحيث لا يستدرك عليهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بجواز الأصلح من المرشحين قاطبة، ونخصص الآن النصارى. أنا أقول شيء هنا، وهذا الذي سأقوله أظن مقصود بالسؤال، فالسؤال ناقص كما صدر من غيرك أيضا. هذا النصراني المرشح إما أن يكون مفروضا على المسلمين أن يرشح أحد النصارى، شاءوا أم أبوا، وحينئذ فإما أن يكون هناك عديد من النصارى رشحوا أنفسهم، ولا بد من أن ينجح واحد منهم. في هذه الحالة تأتي القاعدة المذكورة آنفا، اختيار أخف الضررين. يعني في 4 من النصارى رشحوا أنفسهم، ولا بد أن ينجح واحد منهم في بلد ما، لا بد. فلو فرضنا أن الأصوات كلها أو كلها وجهت إلى المسلمين، ولم يوجه ولا صوت واحد لهؤلاء النصارى المرشحين أنفسهم، يسقطون، لا يجوز اختياره. واضح إلى هنا؟ أما إذا كان العكس، وهذا الذي أظن السؤال منصب عليه، أنه لا بد بسبب النظام القائم الآن، نظام الانتخابات، يجب أن تعلموا جميعا أن هذا النظام ليس إسلاميا بوجه من الوجوه إطلاقا. وإن كان بعض الدول التي تتفاخر بالديمقراطية أو نحو هذا المعنى من هذا اللفظ الأجنبي، أن هذا يمثل ديمقراطية الشعب وديمقراطية الحكم، هذا في الواقع يعني ماذا أقول، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، يعني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، يعني كلام ما تحت طائل. الانتخابات ليس فيها ديمقراطية أبدا. لماذا؟ الإسلام فيه ديمقراطية سيدي؟ نعم، بالإسلام فيه، عم أقول إنه بيقصدوا هن العدالة، بيقصدوا العدالة، بس نحن عم نستعمل كلماتهم. الإسلام غني عن كل شيء أجنبي، ديمقراطية، اشتراكية، شيوعية، رأسمالية إلى آخره. لكن هم يتفاخرون إنه فيها هاي ديمقراطية، فيها عدالة. ليش؟ من الشعب وإلى الشعب. الشعب راح يختار نوابه ووزراءه وإلى آخره. كيف يختار الشعب وكيف يختار المرشحون من الشعب؟ قال مبين المكتوب من عنوانه، بيقولوا المكتوب يبين من عنوانه. أنتم الآن شايفين كم وكم من المرشحين رشحوا أنفسهم. أول شيء في الإسلام، قال عليه السلام كما في الصحيح مسلم أو البخاري أو كليهما معا، قال نحن، عليه السلام يقول نحن لا نولي من طلب الولاية، أو كما قال عليه السلام، يعني موظف يطلب أن يوظف لا يوظف. ليه؟ لأنه هذا معناه بده إيش؟ يستغل الوظيفة، يعني يربح من وراها. لا يوظف إلا المخلص، هل بيختاره المسؤول الأول أو ما ينوب عنه. طيب نحن هون بنقول أنا اختاروني،
أنا مرشحكم، بتشوفوا باللافتات هذه، انصروني أنصركم، كما قرأت هيك عنوان، انصروني أنصركم. الله أكبر. نعم، لفظ فلان مع الله أكون معه، لا هي أهون، لكن انصروني أنصركم هذا كفر. يضعون النصوص في غير موضعها. المقصود فنبين مكتوب من عنوانه أنه هذول المرشحين رشحوا أنفسهم، لو في حكم إسلامي وفي انتخاب ما بيقبلهم، لو في حكم إسلامي وفي انتخاب ما بيقبلهم أبدا. لكان شلون الانتخاب بيكون في الحكم الإسلامي؟ الإمام الخليفة عنده مجلس شورى، عنده نخبة من علماء البلد، من صالحيهم، من الخبيرين بأوضاع أهل البلد إلى آخره، بيستشيرهم. بدنا شخص مثلا نحطه رئيس السوق الفلاني، يراقب السوق، ما يدخل فيه شيء لا يجوز بيعه كذا، شراءه، غش، منكر إلى آخره. بتداولوا الأمر، بينظروا بيقولوا نحن نرى فلان، حطوه. ما بدأ مجلس ولا بدأ مجالس ولا إلى آخره. الشاهد ثم هؤلاء المرشحين بيتعاطوا ما يجوز وما لا يجوز في سبيل إيه؟ أنه هو ينجح. فالآن والبحث في هذا طويل وطويل جدا، مفروض على الشعب أنه يختاروا هؤلاء من هؤلاء الذين رشحوا أنفسهم، ومفروض على الشعب أنه يكون في مجلس الأمة أفراد من النصارى. ليه؟ لأن النصارى مواطنين، مواطنين، نعم مواطنين، والعدالة الإسلامية تشمل كمان المواطنين. إيه بيعملونا بقى حسابات دقيقة، هذا البلد هدون قديش نسبة النصارى بالنسبة للمسلمين، وما بعرف عاملين حساب لليهود ولا لا، هاي ما اجت ببالنا نحن انه يختاروا يعني من اليهود. المهم فحسب النسبة، حسب النسبة بيضعوا انه هالبلد بده مثلا اثنين من النصارى، اثنين من النصارى. اذا المسلمين ما اختاروهم، بيختاروهم بني جنسهم، بني دينهم او بنو دينهم، فهن على كل حال راح ينجحوا، راح ينجحوا على كل حال. لكن المرشحين منهم كما قلنا أربعة أو خمسة. المسلمون في ذاك البلد بيقولوا فلان بعثي، مع كونه كافر فهو بعثي، والثاني مع كونه كافر فهو شيوعي، الثالث مع كونه كافر في الأصل هو ملحد إلى آخره. فلان والله متدين بنصرانيته وما بيعادي المسلمين، يا ترى ما دام ولا بد انه بده ينجح واحد او اثنين من هذول، شو موقف المسلمين بقى؟ ما نحن ما بنتدخل، هذول نصارى بيقول عنا بالشام فخار يكسر بعضه. لا مو هيك القضيه، هذول اللي بتقولوا فخار يكسر بعضه بده ينجح منه شخصين رغم أنوفكم. فيا مسلمون يا عقلاء، أليست القاعدة هذه ترد في هذه الصورة ولا لا؟ الآن أنا بقول نعم، لأنه المسلمين واقعين بين شرين الآن، كما هو الشأن تماما بالنسبة للمسلمين. المسلمين فيهم بعثيين، فيهم شيوعيين، فيهم ملاحدة، وما العاد عنكم ببعيد. طيب نقعد نتفرج ولا نختار أقلهم شرا؟ تفضل شيخي. عندنا في الزرقاء حصل لا 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 تسمي، خليها مسورة الله يهديك، تعلم من شيخك. نعم جزاك الله خير. إيه؟ في بعض البلاد إيه؟ صار النصارى يكشف أوراق بعضهم البعض. طيب وعندنا في البلد حلوة. إيه نعم يا شيخي. إيه؟ يعني تبين ان هؤلاء النصارى إن يعني ما كان بناتهم شيوعي ماروني، واللي ما هو ماروني ازفت وازفت.
أي نعم، ليش نعطي نحن أصوات لهؤلاء؟ فعلا يعني لو موجود هؤلاء الناس إلا مثلا يكون أسوأ بعضهم البعض، أو يكون في بيناتهم أصلح، ليش نعطيهم قوة الأصوات؟ والآن مثلا معين في هذا البلد مثلا شخص واحد نصراني. شردت يا شيخ، شردت على الموضوع، وما تأخذني إذا قلت لك، لأنه أنا شيخك والشيخ بيبقى له دالي على تلميذه، ما هي؟ إنك ما فهمت الموضوع. أنا شيخ فهمت الموضوع. طيب أنا فاهم كل كلام كل حدثته فهمت. وشو جوابك؟ نختار أقل الشرين ولا لا؟ كان فكري شيخي. ترك لي فكرك. شو رأيك نختار أقل الشرين ولا لا؟ خير الكلام ما قل ودل. بالنسبة لي لا. ما نختار أقل الشرين؟ كل واحد عندنا. ليش؟ تساوى الشر عندهم. طول بالك، طول بالك شوي. قاعدة اختيار أقل الشرين هاضمة أنت؟ نعم مهضومة. هاضمة؟ نعم معروفة. هون هدول الأشخاص تنطبق القاعدة عليهم ولا لا؟ بقول لا. ليش؟ لأنهم شايفين كلهم واحد. هذا يعدل كلامك، لا كلهم واحد يعني لا. أنا صورت آنفا صورة. نعم. وما حددت بلدا. نعم. قلت فيهم كلهم أربع نصارى. نعم. فيهم البعثي، وفيهم الشيوعي، وفيهم الزنديق، وفيهم المتمسك بدينه ولا يعادي المسلمين. ترك لي بلدك. نعم. ها؟ لا يعادي المسلمين. ظهر لك الفرق هذا؟ نعم ظهر لي. أنا بعرف شو مشكلتك أنت وغيرك. هالصورة اللي أنا معرض لك إياها. مفهوم. كلهم أربع نصارى. واحد زنديق، واحد بعثي، واحد شيوعي، واحد نصراني متمسك بدينه، ها؟ ولا يعادي المسلمين. هدول أربعة ثلاثة بيعادوا المسلمين، شرهم كلهم مثل بعضهم؟ لا طبعا. طيب إذا نحن انتخبنا هذا النصراني اللي شره أقل من ثلاثة الآخرين، بيكون أخطأنا أم أصبنا؟ لعل يكون في جوابين لهذا. لعل عند ذاك الكوكب في جوابين يا شيخ. أقول لعله. تفضل. الجوابين. الجواب الأول إذا أجينا طبعا لأخف الضررين نختار هذا، لكن في صنف ثاني من الناس يقول ليش نختار ولا واحد منهم؟ ليش نجعلهم إحنا شعبية هؤلاء في المستقبل؟ إنه يقول شوف الله فلان إنه مختاروا طبعا اللي هو ضررين، إنه صار له شعبية كبيرة مثلا 20,000 صوت يجيب، وواحد من المسلمين يجيب برضو 20,000 صوت كمان. طب تعادلوا يا شيخ. يا شيخ الله يهديك، ما عم تلاحظ أنت إنه هداك بده ينجح ولا بد؟ ينجح. واحد من الأربعة بده ينجح. ينجح الشيخ بدون أصوات المسلمين، ينجح مين ما كان يكون منهم. لا تخلط، الله يرضى عليك، لا تخلط شعبان برمضان. أنت شركت لمسلم بياخذ 20,000 صوت. نعم. وهذاك بياخذ كمان 21,000 صوت. نعم. هذا ما بيضر المسلم. وما بيضره الآن شيخنا، لأنه انتخب انتهى، لكن في المستقبل يقول له فلان له شعبية كبيرة، لأنه بيرجعوا من أعداء المسلمين. طول بالك شوي. الشعبية هاللي بده ياخذها مين هو؟ الأقل شرا ولا الأكثر شرا؟ هو أقل شرا طبعا. طيب وإذا نحن ما اخترنا الأقل شرا مين راح ينجح؟ لعله ينجح الأخر. مش لعله يا أخي، الله يهديك، القضية عملية حسابية. نعم. كف الأصوات هذا بينجح. نعم. قلل الأصوات هذا بيسقط. نعم. القضية عملية حسابية. نعم. فلا تقول لعله ولعله. نعم نعم. نحن منقول إذا هذا لأن متدين ولا يعادي النصارى، عفوا هذا نصراني لا يعادي المسلمين، إذا نحن ما انتخبنا هذا بجوز ينجح الآخر اللي هو أضر على المسلمين، معليش وين قاعدة الأخذ بالأخف الضررين؟ نسمع من الشيخ علي هون. هذا الكلام يعني طبعا سبق ذكر شيء منه، لكن في نقطة وهي قضية الصورة اللي تفضلت فيها أستاذنا، إذا وجدت هذا الكلام يعني يسلم به،
ما هي الصورة بارك الصورة الله انه فيك؟ في ثلاثة مثلا هيك او في واحد يعني لا يعاد المسلمين نعم والباقون يعادونهم. لكن شيخنا يعني الواقع اللي احنا عايشينه الان في بلادنا على وجه العموم انهم يوجد من هؤلاء النصارى من هم على هذه الشاكلة، لكن النصارى الاخرون وان كانوا يعني ليسوا بعثيين مثلا او شيوعيين او اشتراكيين، لكنهم في الحقيقة مبشرون لدينهم، يعني يرسلون النشرات التبشيرية ضد الإسلام ويطعنون وكذا. الله يهديك يا شيخ علي، أنت وصاحبك. يا أخي نحن بنفرض فرضية. إيه نعم، الفرضية سبق شيخنا، قلت لك أنا إذا كان على هذا الكلام الكلام يصح. معليش يا أخي، بس أنا مالي بها داخل البلد، أنا معالج مشاكل بلاد إسلامية كلها. نعم نعم. هل اللي بيعالجها؟ أنا معالجها فكريا. صحيح. فكريا. هل اللي بده يطبق المنهج العلمي الفكري هن المصابين في البلد. انا عم افرض فرضيه، فهالفرضيه هاي اذا سلمت بها فهي ما بتقبل مناقشه ومجادله، بينما هذا صاحبك عم يناقش فيها القضيه. اما نقول هالاربعه المرشحين انفسهم كل على قوله هذاك التركي في الضرر حبسي برابار، شوف اللي شو بيقول. أما أقول لك، إما نفترض أنت متحمس الآن مع الأسف مثل غيرك، ما تأخذني ما عم تيجي تجاوب معي فكريا، مثل متحمس للمرأة لازم نستر وجهها، بس شوف الأدلة يا أخي، استر وجهها بس لا تعتقد، لا تعتقد إنه هذا غرض. أنا عم أقول هذول الأربعة إما أن يكون ضررهم بالنسبة للمسلمين مثل بعض البعض، حينئذ فخار يكسر بعض البعض النهب. انا قلتها يا اخي قبل ما تقول انت. اما ان يكون الامر هيك او يكون الامر مثل ما انا فرضت، في واحد شر اقل. فاذا كان كل مثل بعضهم البعض، انت هلا بحماسك شو بتقول؟ كل هيك. طيب حينئذ السؤال شو محله من الاعراب؟ السؤال غير وارد حينئذ، لانه ما في هنا شرير وأشر، كلهم في الشر واحد. السؤال هذا شو؟ لا هو أنا يختلف. طيب وأنا عم أجاوب عن السؤال. نعم. تصوير الجواب عن السؤال هو كما صورت آنفا، أربعة كفار، واحد ضرر وأخف على المسلمين، ثلاثة واجب على المسلمين يعملوا يرشحوا هذا اللي شر وأقل. أنت تتحمس وتقول كلهم مثل بعضهم، ان شاء الله يكونوا كلهم مثل بعضهم في عدم الشر، مو كلهم بعضهم في الشر، لكن اذا كان واحد قال شر اقل من اخر هذا الذي يجب اختياره. يجب انك تكون متنبه يا ابو ليلى، هذا بده يسجل له، اعطي بالك بدك تكون متنبه. القاعده سؤال انه وين هنا ماخذ القاعده هي اخف ضررين؟ قلت أنا السؤال فيه خطأ، أنت ذاكر ولا لا؟ وين الخطأ؟ ما ذكروا في تفاوت في الموضوع، وإنما سووا بين المرشحين الأربعة. أنت بتقول هدول مثل بعضهم، ما بنختار ولا واحد منهم. إذا كنت أنت بتقول هيك وأنت تلميذي، أنا بقول هيك وزيادة، لكن القضية مو هيك. القضية أنه في قاعدة هنا، القاعدة أنا بتنبهني أنه في بالسؤال خطأ، انه في هناك اربع مرشحين نصارى، واحد منهم شر على المسلمين اقل. صحيح انه واجب اختياره؟ اي نعم واجب اختياره، لانه مفروض انه واحد او اثنين من هذول بدهم يطلعوا شئنا ما بيننا، حينئذ نعمل اجتهاد. لكن انت شو سويت؟ شعرت مثل ما شعروا هذول بيجادلونا في موضوع الاحاديث النبويه والى اخره، لفيت ودرت هذول بعدين راح يقولوا انه هذا اللي نجح له شعبية في المسلمين، يقولوا ليشبعوا، ونحن بهمنا انه ندفع ايش؟ الضرر الاكبر بالضرر الاصغر، عرفت كيف؟ لكن انت ليش لجأت الشهاد لما شعرت انك مالك قائم على صخرة، قائم على شفا جرف نار؟ بدك تظهر الفرق. الفرق اذا اما موجود واما مفقود. في فرق نختار أقلهم شرا، وعليكم السلام. ما موجود ما نختار أحد منهم إطلاقا، إنه يصفنا. جزاك الله خير.
انتخاب مثلا بعض من له اتجاه اسلامي او كذا. وإذا كنا هذا نقول في الكفار فكيف لا نقول في المسلمين؟ كان لكم رأي مخالف؟ لا أبدا. لا لا قديمة ولا حديثة. أي لا. لكن إذا حصل هذا متقدم إسلامي من أجل الإصلاح. إنه كلامكم لقب الوجوب أستاذ. لا اسمح لي نصحح هنا خطأ قديم إما مني أو من غيري. من غيرك الأرجح. معليش لا لا ما نعمل المراجعة هلا. الحق الشيخ حق الذي لا ينتخب بالكلية. أصبر شوي. أنا الذي أقول وقلت في هذه المناسبة لا أنصح مسلما أن يرشح نفسه، لكن إن ركب كل من المرشحين أنفسهم رؤوسهم وطرحوا أنفسهم في الساحة فنحن نساعد هؤلاء على الكفار على البعثيين على الشيوعيين أنه ينجحوا، مش لأنه إذا نجحوا راح يغيروا الدستور والقانون هيات هيات، وإنما من باب تقليل الشر تخفيف الشر وبس. فلو كان لي صديق أو إلي تلميذ مثل أبو ليلى مثلا لا سمح الله لعب به الشيطان ورشح حاله باسم السلفيين، أنا بنصحه أقول له إياك إياك أن ترشح نفسك أول ما تدخل البرلمان أو كما يقولون مجلس الأمة، أول مصيبة بدك خفف شوية من لحيتك حتى تكون يعني احترام الدستور أيضا. نعم أول ما يدخل بيقسم ابتداء على احترام الدستور. هذيك صحيح لكن أنا حبيت أنه أضرب مثل هون، ولا هذيك منكر مكشوف يعني. نعم فلا انصح ابدا، لكن لو هذا مثلا رشح حاله بنصحه اياك يا اخي بتحي حالك انت، وقلت اكثر من مره قريبا ان مثل هؤلاء الاسلاميين الذين يرشحون انفسهم في كل البلاد العربيه التي تتبنى نظام الانتخابات الكافره إنما هم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح مثل العالم يا عبد الله الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره، يحرق نفسه ويضيء غيره. هذول الأشخاص اللي بيرشوا أنفسهم وبيدخلوا البرلمان هذا مثلهم، هن راح يحرقوا أنفسهم في سبيل شيء موهوم لا يستطيعون أن يصلوا إليه، فكرة يغيروا النظام يغيروا الدستور يغيروا القانون، هيهات هيهات. الدستور والقانون لا يمكن أن يغير إلا كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولكن ما كل ما يتمنى ما يدركون. نتمنى أنه الجماعة اللي بدهم يدخلوا في البرلمان من الإسلاميين يظلوا في طريقهم في تربية أنفسهم في توسيع معلوماتهم بالدين في تربية الشعب الذي يعيش معهم إلى آخره، لكن تجري الرياح بما لا يشتهي الملاح. حينئذ نحن نصبح أمام أمر واقع الذي لا نملكه. كنا نملك أن ننصح أبو ليلى ما يرشح حاله، لا حول ولا قوة إلا بالله رشح حاله، شو منساوي؟ منخلي جورج وأنطونيوس يطلع هناك وما يطلع أبو أحمد أبو ليلى؟ لا غصب عنا بقى بدنا نختار هذا وأمثاله، وتلك الأمثال نضربها للناس. أنا لا أنصح أبدا أحدا من المسلمين أن يرشوا أنفسهم، لأنه أولا راح يحرق حالهم ولا يضيء لغيرهم، ما راح يطلع بإذن يعمل. وإذا كان كذلك ما يكون في تعاون على الإسم والعدوان أو إقرار لمن ننكره منه؟ التعاون على ماذا؟ على الإسم والعدوان. لا نحن إذا رفعنا صوتنا وقلنا لهؤلاء المرشحين لا ترشحوا أنفسكم، وين الإقرار؟ لا ما نقول لا ترشح أنفسكم، ولكن نعتزل هذا الأمر الذي هو مبني على خطأ بل أخطاء. نرجع لنفس القاعدة، نحن معترفين أن هذا النظام قائم على خطأ، في خلاف في هذا؟ ما في خلاف في هذا.
لكن نحن الآن أمام مشكلة واقعية. نعم. نعالج الشر الأكبر بالشر الأصغر ولا لا؟ نحن هاي قاعدتنا اللي بنمشي عليها. القاعدة صحيحة. نعم. طيب إذا كانت صحيحة نرجع بنقول تطبيقها هنا صحيح ولا لا؟ إما أن يكون صحيحا فإذا صحيح بصحيح، وإن كان غير صحيح هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هو الذي قد يذكر في هذا المجال للتدليل على كونه غير صحيح أنه يعني انتخابنا المثل أبي ليلى الذي مثلنا به، فهنا بيكون في من ناحية إقرار منا أمام الناس، ومن ناحية أخرى تعاون معه على الاسم والعدوان. جاوبناك عن هذا. خلينا نخلص من الجبهة، نتوجه الجبهة الثانية، لأنه ما نقدر نجادل في جبهتين. خلاص هي الجبهة هذه ثالث بعد ذلك. معليش أنا مشانك عم أقول، يعني تسمح له يتكلموا؟ أنت قضيت ما عندك؟ طيب تفضل. حكم الذي لا ينتخب بالكلية الآن. بس أظن هذا في وادي وأنت في وادي. لا وأنا قلت أن وفعلا يعني أنت هنا في العدوى الدنيا وذاك. شيخنا نفس سؤال أخو نعمان بس من باب أفض ما عندك. الجواب يعود إلى الذي لا يريد أن ينتخب. إن كان يؤمن بالفلسفة الماضية التي تلفظنا نحن بها فينبغي أن ينتخب من باب وجوب دفع الشر الأكبر بالدفع بالشر الأصغر. نعم وجوب طبعا. وإن كان مش معتقد الفلسفة هاي فمكانك تحمدي أو تستريحي. وفيك بارك.